يلا يابا حول يا حبيبي. نعم يابا. هيا دي الوسط. هيا دي الوسط. يلا بدينا مياه مجراي. قوام يا حبيبي، قوام يا حبيبي، يلا. يا باب الله يا باب الكريم. اللهم صل على النبي. هي بديتها يابا. بديتهم. الله يعطيك العافية يابا. شوف يابا، انا بدي اروح يابا اجيب شويه اغراض للدار، اسال هناك من غراض، بدي اجيب قهوه وبدي اجيب كمان سكر. بدنا ماشي تاني؟ بدنا ينسون يابا، بدنا ينسون. ينسون نصح ينسون. ماشي، دير بالك يابا يا حبيبي على البسطه. حاضر. وانا بدي اروح اغيب اتاخر عشان كثير. دير بالك، دير حاضر. بالك يابا، يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. غلبك حبيبي كاسة قهوة. سادة سادة. يا سادة. سادة اه حبيبي. يسلموا ديك. تفضل. ايش معك قطع يا عمي؟ إيه لا والله تاخذنيش كثير. ما بعينك الله. امسك هاي خمسين. يوم طلعوا على الأدية. سبحان الله. شكرا لك، يعطيك العافية. يخزيك يا شيطان. في يابا رحت اجيب البضاعات وانحرجت مع الزلمه، مش حامل معي المصاري، نسيت اخذ معي مصاري. هات المصاري روح عدي للزلمه. هات يابا. شو صار؟ شو اسمه كاس قهوه اعطاني 100 شيكل، رجعت الفلوطه رجعت له. اعطاك 100 شيكل؟ اه اعطاني 100 شيكل. ولك انت حمار. شو في يابا؟ ما طلعتش عليها؟ مش في شيء يابا. شو مالها؟ 100 شيكل مزوره. مدوره ال 100 شيكل. شو مالها يابا؟ خربت دياري. اعطيته اياها وصرف لي اياها على طول، رجع لي الباقي. ما كشفش انها مزيف. طبعا ولد صغير شو بعرفه؟ والله فكره هاي. اخ مش زي هداك اللي اعطيته اياها وحكى لي معي صرافه. والله بي انه كشفني. انت خربت دياري، خربت دياري. ارخوني قتلني ذبحني. لا بدي اكل، بدك اشرح انا. انا 100 شيكل بدي اسمع عشان عليها. خربت دياري، انت خربت دياري. شو ارخيني؟ طول بالك ولا اخرب بيته. ولا لا اخلص عليك سدي، لا اخلص عليك. الله يستر، الله يستر يا رب، الله يستر. يا ريت ما نزلت معي اليوم، يا ريت ما رحت انا على البسطة، يا ريت ما رحت. الله يستر. السلام عليكم. الشاب اللي جبتوه شو وضعه؟ ان شاء الله خير، طول الطريق نعمل له اسعاف. مشان الله يا عم يطمني شو وضعه؟ ان شاء الله خير. نقطع الدم. الله يعينه، الله يعينه. وين هو هليك؟ هيو في الطوارئ. شكرا. تعبي مشان الله ولا بنعرف او خلاص ما عليه. الله هي بيطلع الدكتور بيحكي معي هو بيحكي معي بس اشوفه. هاي بتطلع بس يجي الدكتور. هاي وجه يا دكتور. اه ها دكتور طمني شو وضعه. طول بالك انت شو بتقرا ابو انا دكتور. طول بالك بصراحه يعني احنا حاولنا كل المحاولات ما قصرناش ولا بشيء، كل شيء بنقدر نعمله عملناه. طيب شو وضعه يا دكتور هليت؟ طمني مشان الله يا دكتور، طمني يا دكتور.
ايه عوض الله، الله يرحمه. شو بتقول يا دكتور؟ لا تقولهاش يا دكتور، مشان الله يا دكتور. لا 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 انا قتلته. تفضل معنا يا حاج. بدون شرشر لو سمحت، تفضل معنا. تفضل معنا يا حاج. لا تفضل معكم، بس انا بدي احكي كلمه واحده للي اعطى ابني الميت شيكل المزيفه اللي انا اصلا بدي 10 ايام اشتغل فيها. شو اخبار ضميرك؟ وين ضميرك انت لما ضحكت عليه ابني؟ ليش انت بتستغل الاطفال لتضحك عليه وخليتني انا اقتل ابني؟ انا بدي اروح معاكو. شو اخبار ضميرك؟ شو اخبار ضميرك؟ وين ضميرك انت لما ضحكت عليه ابني؟